احنا عندنا تقرير من جدة من جمعية التابع لجمعية البر في جدة. خلونا نشوف التقرير يا اخوان. هذه هي الحقيقة، فنحن لا نتحدث عن سجون ولا مباني مهجورة، وإنما ما نراه يفترض أنه دار إيواء لرعاية الأيتام بمكة المكرمة. من قوة الضرب كان توصل ليات الحمامات النوع الثقيل هذا وأسلاك المكيفات، يعني كان في وضع كان يسوى أول الجمع وما الجمع، الضرب من أي جهة، إذا أنت ما تبى تكون في الصف هذا بتكون مثلا، يعني إذا أنت في نظامنا فحتاكل من هذا الضرب لين تقول أنا معاكم. قفل الدور الرابع والخامس يقول لك توفيق، طب أنت قفلت الدور الرابع والخامس، خليت الأبناء كلهم الآن يتحاشرون، كل غرفة فيها زي أكثر من 10 أنفار. عندنا 4 غسالات وفي 3 نشافات وفي ماكينة هذه كبسة الألمانية حق الثياب متعطلة لها تقريبا سنة عليها، ما أدري ليه ما يصلحوها، وأنا حاسس إنه مصر هيقدم استقالة لأنه هيقولوا ليه ما تغسل ليه ما تكوي، هتيجي على رأسه، والسبب هم لأنهم كم مرة رفع لهم المغسلة خربانة يبالها قطع، هم يقولوا استخدم هذه فترة لما تيجي سيولة سيولة سيولة، يعني دخل الجمعية هذا كده علامة استفهام. مرت في الليل إلا تستنى الصبح قبل ما يجي مشرف، حتى يجي الساعة 8 ويمكن يروح يمكن ما يروح على حسب، تاخذ ورقة من عنده تستنى المدير، تلاقي المدير في القهوة ولا تلاقيه في مكتب ومقفل على نفس الباب، ولا ما تلاقيه يجيك رقابته أبو، يعني يجوا العيال خش معاهم أصحابهم يتكوا أصحابهم عندهم بالشهور بالأسابيع، يعني خوي هذا كأنه البيت حقه، كأنه يعني السكن هذا حقه. رفع العصا بلا جزرة هو شعار الجمعية في وجه أبنائها في حال عدم استجابتهم لقراراتها الإدارية ولو بفصل التيار الكهربائي عن غرف الأيتام، صورة تعني ألا رعاية حقه. للثامنة وائل الطيب، مكة المكرمة.